سوهاج، وتزامنا مع تواصل فعاليات المعرض الدولي للكتاب، نظم حزب الشعب الجمهوري معرضا للكتاب بنادي المحليات بسوهاج. وقال أكرم فتحي العمدة الأمين المساعد لمحافظة سوهاج إن المعرض يتواصل على هامش العديد من الندوات والأمسيات الثقافية المختلفة التي تقام ضمن فعاليات هذا المعرض. من سوهاج تفاصيله في هذه المرة مع زميلين خالد المشنب وساهر المنتصر. تزامنا مع إقامة المعرض الدولي للكتاب، أوضح أكرم فتحي العمدة الأمين المساعد لمحافظة سوهاج بأن الفعاليات على هامش المعرض تضمنت عدد من الندوات والأمسيات. كما وافق محافظ سوهاج على مد فترة المعرض لاستفادة طلاب الجامعات والمدارس، موجها باستمرار المعرض بنادي المحليات بالخصومات المطروحة وتحديث الكتب. واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من العارضين بالمعرض وقيادات الحزب حول الأسعار والخصومات المعروضة وتقسيم الكتب إلى عدد من المصنفات السياسية والتعليمية والعلمية والاجتماعية والدينية وقسم خاص لكتب الأطفال. النهارده مقام معرض الكتاب متزامنا مع معرض الكتاب الدولي بالقاهرة، وبالفعل تم تنفيذ الفعالية بنجاح. يضم المعرض أكثر من 2000 كتاب على مستوى مختلف المناهج، سواء سياسية، دينية، علمية، روايات، أطفال، شباب. المعرض بدأ لمدة 10 أيام، ونظرا لتفاعله داخل محافظة سوهاج والإقبال الشديد من شباب محافظة سوهاج المثقف الواعي، تم في مد فترة خدمة المعرض 10 أيام أخرى، تزامنا مع رجوع عودة المدارس والجامعات حتى يتسنى لطلابنا وإخواتنا الطلاب سواء في المراحل التعليمية المختلفة والجامعات أنه يتناول الكتاب بشكل أوسع وأكبر. والحمد لله المعرض لغاية وقتنا الحالي يشاهد وعليه نسبة إقبال شديدة جدا داخل محافظة سوهاج، وكان من ضمن وعي الشباب وأمانة الحزب في سوهاج أن يكون في فكر وقراءة مستنيرة، حتى يبقى في نوع من محاربة السوشيال ميديا حتى يتم تغذية العقل. والحمد لله نجح باقتدار معرض الكتاب. قام المعرض منذ ذلك الوقت بتقديم فعاليات كثيرة على هامش المعرض، زي أمسيات ثقافية وتقديم لمواهب كثيرة مثل المواهب الفنية. وقام بزيارة المعرض العديد من الطوائف بالمجتمع السوهاجي من الشباب والأطفال والسيدات. المعرض بيقدم جميع دور النشر، مش دور نشر واحدة، دور نشر كثيرة لأكثر من كتاب. قام المعرض بمناقشة العديد من الكتب أو الروايات للعديد من الروائيين، وأيضا بيقدم السياسة والاقتصاد والمال والأعمال، جميع الفروع التي تقدم من خلال المعرض مختلفة بأنواعها. وأيضا فتح المعرض أبوابه لزيارات المدرسية من مختلف المدارس، المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، لذا يعمل على التنوع في المجتمع السعودي ويقدم الكثير بإذن الله خلال الفترة الممتدة للمعرض. خالد المشنب، طيبة.